اسمعوا القصة للآخر وقولوا لي رأيكم في اللي حصل ده إيه. كل واحد يكتب كومنت بوجهة نظره. زوجة لا تحترم أهل زوجها، زوجة مش بتحترم أهل جوزها. القصة دي حدثت بالفعل. طيب الزوج عشان يأدبها ويربيها عمل إيه؟ في جلسة عائلية هادئة بينه وبين مراته قال لها أنا اشتقت لأمي وأخواتي وهعزمهم على الغدا بكرة، فأرجو منك إنك تعملي غدا كويس أو أكل كويس يشرفني، علشان أنا هتصل بيهم وأقول لهم إنهم يجوني بكرة، علشان لينا فترة ما استمعناش مع بعض. الزوجة بتأفف يعني هي ومتضايقة كده، قالت له إن شاء الله خير. تاني يوم راح شغله عادي والساعة 1 الظهر رجع البيت، فقال لزوجته عملت غدا أو أكل كويس علشان أهلي وإخواتي وأولادهم جايين في السكة؟ ردت عليه وقالت له أنا ما طبختش حاجة، أهلك مش غرباء وياكلوا من اللي موجود في البيت. رد عليها وقال لها الله يسامحك، ليه ما قلتش من امبارح إنك مش هتطبخي؟ هم زمانهم جايين في السكة، أنا أعمل إيه دلوقتي؟ قالت له اتصل بيهم اعتذر لهم ما فيهاش حاجة، هم مش غرباء دول أهلك، شوفوا البجاحة. طبعا طلع الزوج من البيت زعلان ومتضايق جدا، وبعد 10 دقايق من طلوعه باب البيت خبط. طبعا ما فيش غير الزوجة اللي في البيت، راحت تفتح الباب وإذا بالمفاجأة اللي صدمتها وخلتها مش عارفة تنطق من فوق ولا من تحت. لقيت على الباب إخواتها وأبوها وأمها وأولادهم وكل عيلتها قدام الباب. أبوها سألها جوزك فين؟ قالت له طلع من شوية. بتتكلم وهي مش عارفة تبص في عيون أبوها ولا مش عارفة تعمل، بالذات لما أبوها قال لها امبارح جوزك اتصل بينا وعزمنا على الغداء واحنا النهاردة عندكم، ازاي يعزمنا ويسيب البيت ويمشي؟ طبعا الزوجة صعقت بالخبر وبدأت تفرك ايديها وما عرفهاش تعمل ايه، لان الطعام او الاكل الموجود في البيت ما يليقش باهلها ولكن يليق باهل زوجها. وبسرعة اتصلت بجوزها وقالت له انت ليه ما قلتليش ان انت عزمت اهلي على الغداء؟ قال لها اهلي واهلك مفيش فرق. قالت له طيب ارجوك هات اكل جاهز معاك من بره علشان الاكل اللي في البيت مش هينفع ياكلوه. رد عليها وقال لها طب انا دلوقتي بعيد عن البيت ودول اهلك مش غرباء، اكليهم من الاكل اللي في البيت اللي كنت عايزه تاكلي منه اهلي واخواتي واولادك، وده درس ليكي علشان تتعلمي ازاي تعاملي اهلي وتعاملي اي حد كويس. فعامل الناس كما تحب ان يعاملوك. لو عجبتك القصه وعجبك الفيديو بالله عليك اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.